دنا مش الكرام مشتاقين شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني سيارة اسعاف كتدخل في هذه اللحظات من اجل نقل واحد شخص مصاب على مستوى الراس ديالو امام احد الحانات بشارع محمد الخامس. السيد راه فقد الوعي، السيد راه فقد الوعي، محال واش عايش كاع، والله الا محال واش عايش، مضروب بقرعه الراس. وا شو وا 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 شو الهاتف ديالو مليوح، هو يجو مسكين مليوحين. يعني الإصابة ديالو خطيرة وخطيرة بزاف، إصابة ديال هاد السيد هذا خطيرة بزاف. فا الله يحفظ الباس والله يحفظه أمام أحد الحانات، أمام أحد الحانات، فالله يجيب ليه الشفاء ونتمنى أن الحالة ديالو تكون مستقرة. احسن خويا حسام في العالم الله يحفظك. يعني السيد الحاله ديالو خطيره امام احد المحانات او الكباريهات. سميت الشارع محمد الخامس ماش محمد سميحه. محمد سميحه عنده واو قدام شي بار، قدام واحد البار هنا في محمد سميحه. هاد اللحظات غادي تم النقل ديالو الى المستعجلات. تم النقل ديالو في هاد اللحظه هادي من طرف سياره الاسعاف الى المستعجلات، فكنتمنوا ليه الشفاء العاجل. يعني بعد ما تم الاعتداء عليه امام احد الحانات او امام احد الكباريات في شارع محمد سميحه، تقاطع مع شارع محمد الخامس.